السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. طبعا يا جماعة النهارده 2/2/2021، الشمس طالعة شوية النهارده كده ساعة كده ولا حاجة وبعد كده هتختفي كالعادة. النهارده ان شاء الله هنشرح لكم عن 6 مهن هنا في امريكا ممكن المهاجر الجديد يشتغلهم على طول، يعني مهن بتكون طالبة ناس تشتغل طول السنة، وفي الاغلب بتاخد ناس من غير خبرة، يعني انت بتروح المهنة دي تشتغل فيها وبيكونوا الناس عارفين في الاشغال اللي زي كده انه اللي جاي ده بيكون لسه خبرته ضعيفة، فبيكونوا ايه بيتعاملوا معاك بالراحة شوية لغاية لما بتقوى بتتعلم وبتاخد خبرة اللغة والبلد وكده. بس قبل ما نشرح لكم ال6 مهن دول، يا ريت يا جماعة مش مشترك في القناة اشترك فيها وتدوس على الجرس عشان يجيلك اشعار بكل فيديوهاتي الجديدة، وتدوس برضو على علامة اللايك. انا بقول ليه كده؟ لان انا تواصلت مع دعم اليوتيوب اول امبارح وبعتولي رسالة لسه شايفها من شوية وانا بسخن العربية، فبيقولوا انه معظم الناس اللي بتتفرج على الفيديوهات بتاعتك ناس من بره القناة من خارج القناة، ف70% حطوا النسبة كده 70%، ف يعني ناس كتير بتتفرج عليا من بره القناه. انا لما سالتهم السؤال ده على اساس ضعف المشاهدات عندي، ايه السبب؟ ف يعني لسه اخر فيديو عامله اول امبارح جاب 18000 او 20000 مشاهده، فال 20000 مشاهده دول من ناس من بره القناه. فلو سمحت اللي بيشوفني لاول مره يشترك في القناه، القناه دي بنقدم فيها كل حاجه تخص امريكا والحياه في امريكا، فشرفونا بالاشتراك في القناه. طيب اول مهنه يا جماعه هنا في امريكا ممكن ان انت تبدا فيها هنا اول ما تيجي هي مهنه الكاشير. الكاشير هنا معظم الاماكن بتكون طالبه ناس تشتغل طول السنه، كاشير في كل مكان زي كروجر، زي وول مارت، زي سوبر ماركت، جروشر ستور، دولار تري، دولار جنرال، هوم ديبو، كل الاماكن دي بتكون طالبه كاشير طول السنه هنا في امريكا. ودايما كل ما بتروح بتلاقي كلمه ناو هايرنج، وممكن في محلات حلال، في جاز ستيشن، بنزينات او محطات وقود عشان تبقى باللغه العربيه، فكل الاماكن اللي زي كده بتكون طالبه ناس طول السنه. فمجرد ما انت بتقدم الابلكيشن بتاعك، طبعا لو معاك جرين كارد ومعاك ورق، مجرد ما انت بتقدم الابلكيشن بتاعك تاني يوم على طول بيطلبوك انك تشتغل، وبتنزل وبتتدرب، بتاخد تريننج يومين ثلاثه كده، لو اللغه عندك كويسه خلاص بتبدا تشتغل عادي وتبدا تتعامل فيس تو فيس مع كاستمرز. ده اول مهنه. تاني مهنه برضو مطلوبه هنا في المهنه بتاعت الكاشير يا جماعه، هنا بيبقى ساعتها هنا في اوهايو، طبقا لولايه اوهايو، بتكون 11 12 دولار في الساعه. يعني ممكن البدايه خالص لو انت لسه ما تعرفش حاجه ممكن تبقى 10، بس بعد كده مع الوقت بتبقى 11 و12، بعد طبعا ما تاخد خبره سنتين ثلاثه ممكن توصل 14 و15، وبتعتمد برضو على حسب المكان اللي انت فيه، يعني لما تكون كاشير في مكان صغير غير لما تكون كاشير في الهوم ديبو مثلا. الهوم ديبو ممكن تاخد لك 14 15، في مكان صغير ممكن تاخد لك 10 11 12 بس. فده السعر بتاع الساعه بتاعت الكاشير. طيب المهنه الثانيه يا جماعه هي مهنه الدليفري بالسياره بتاعتك. ناس كتير بتشتغلها الجداد، بس طبعا لازم يكون معاك عربيه شد حيلها شويه، وتكون عربيه 1800 سي سي او 2000 سي سي، وتبقى عربيه 4 سلندر. ممكن عندك حاجتين تشتغل فيهم، يا اما ممكن تشتغل في مطعم تبقى انت شغال في المطعم ده بس، زي ما انا كنت بدات اول ما جيت اشتغلت فيها اسبوعين وما كملتش، نقلت يعني عملت سويتش على مكان تاني. ممكن تشتغل في مطعم وبتحاسب بالمشوار والتبس كله بيكون بتاعك، بس زي ما احنا قلنا لازم تكون معاك عربيه شد حيلها، وتكون عربيه استهلاك البنزين فيها يكون قليل، ما يكونش استهلاك عالي، عشان تعرف تكمل فيها وعشان تعرف تطلع هامش ربح كويس ليك. او ممكن تشتغل مع الشركات اللي هي زي اوبر ايت، وطبعا في شركات مختلفه. متوسط في الشغلانه اللي زي كده ممكن تعمل لك 800 دولار في الاسبوع مثلا او 1000 دولار في الاسبوع. طبعا هتشيل منهم الانشورنس بتاع العربيه والجاز، وطبعا في حاجه اسمها الاهلاك بتاع العربيه، لازم تبقى عارف ان انت بعد سنتين ثلاثه في شغلانه زي كده لو معاك عربيه شد حيلها، لا العربيه انت هتخلصها بعد السنتين هتبقى ايه مصارونها في ايديك، لان انت هتكون بتعمل لك في اليوم 400 مايل ولا 300 مايل في اللف، يعني بين الطلبات وانت بتدي طلبات لاصحابها، طلبات الاكل لاصحابها يعني. فالشغلانه دي برضو يا جماعه من ضمن الشغلانات اللي ناس كتير بتشتغلها، وانا اعرف 2 بشكل شخصي شغالينها وبيطلع لهم لقمه عيش كويسه من النوعيه دي من الشغل. تالت شغلانه برضو هنا في امريكا اللي
الازاز شبر بتاع العربيه ومش عايز افتح التكييف على اساس انه ما يبقاش الصوت يبوظ زي ما بوظ الفيديو اللي قبل اللي فات. تالت شغلانه هنا في امريكا يا جماعه هي الامازون. امازون موجود في معظم المدن الكبيره دلوقتي، تلاقي في مخازن امازون الساعه فيها ب $15. بياخد ناس من ما عندهمش خبره، لان بيكون الشغل كله اوتوماتيكي اوتوماتيكي، معتمد على الريبورتس، يعني الروبورتات او الانسان الالي، الجهاز اللي بيشتغل اوتوماتيك لوحده. انت بتبقى واقف في مكانه، وانا شفته على اليوتيوب، بتبقى واقف في مكانه كل حاجه بتجيلك لغايه عندك، انت مجرد بس ان انت بتعبي الحاجه في كراتين. الساعه بتاعتها ب $15 زي ما قلنا، طالبين ناس طول السنه، بتقدم الابلكيشن وبتشتغل تاني يوم على طول، لو طبعا معاك جرين كارد او معاك ورق، مفيش اي مشكله خالص، وطالبين ناس برضو طول السنه. طيب يبقى دي الشغلانه رقم 3. الشغلانه رقم 4 يا جماعه هي اللاندسكيبنج. برضو الشغلانه دي منتشره جدا جدا جدا، خاصه في الولايات الشماليه. احنا في يومين تلج زي ما احنا دلوقتي اهو، في يومين تلج بيبقى على طول الناس بتشتغل في المجال ده. الساعه بتاعتهم بتبقى ب $20، بيكسحوا التلج وبيروح على البارك لوت او الاماكن اللي هي اماكن الانتظار وكده، يكسحوا التلج اللي فيها على اساس ان ما حد يكون ماشي على رجله ما يتزحلقش. الشغلانه دي شغاله طول السنه، لان في الصيف بيقصوا الحشيش وبيهذبوا الحدائق وبيقصوا الحشيش وبيظبطوا الشجر. يكون عندك مثلا قدام البيت عندك بيكون في حديقه او باك يارد او كده، بتكلم ناس. لو انت ما عندكش خبره انك تعمل حاجه زي كده، او ما عندكش العده او الادوات اللي بتقطع بيها الحشيش والشجر وكده، بتستعين بحد زي كده، بيجي لك ساعه ولا حاجه، بياخد ممكن $40 ولا حاجه فيها في الساعه دي عشان يظبط لك ايه الحديقه بتاعتك. في الخريف بيقطعوا الشجر وبيجهزوا الشجر، الخشب بتاع الشجر للتدفئه بتاعت الشتاء، برضو بيبقوا شغالين. في ايام شتاء زي كده بيعدوا، بيكون معاهم ترقات بيرموا ملح في الشوارع بحيث التلج يسيح والعربيات ما تتزحلقش وما تسحبش على التلج لما السائقين يدوسوا فرامل. فالشغلانه دي من ضمن الشغلانات المشهوره، لو الساعه فيها بتبقى ب $18 $20، ده لو انت هتكون شغال في شركه، لان في شركات كبيره وفي شركات صغيره، وفي افراد، في افراد بس اللي بيشتغلوا في الحاجات دي لحسابهم، باسمهم سيلف امبلويد. فهم دول يا جماعه برضو من ضمن المهن اللي موجوده في امريكا هنا. المهنه رقم 4 هي فيديكس، او مهنه رقم 5 اسف، هي فيديكس. فيديكس هنا ودي اتش ال ويو بي اس، المهن دي برضو مطلوبه جدا جدا، واصحابها بيشتغلوا فيها بسرعه. لو قدمت الابلكيشن الساعه بتاعتها بتبقى $18. وانا بشكل شخصي واحد صاحبي جه من نيويورك اشتغل هنا في فيديكس ب $18 في الساعه، وقال لي انا مش عارف انا ايه اللي كان مخليني قاعد في نيويورك، اذا كان انا كنت في نيويورك شغال ب 15. جيت هنا اوهايو اشتغلت في فيديكس ب $18 في الساعه. بس المهنه دي بتكون عايزه تكون برضو اللغه عندك تكون كويسه، ويعني لازم تكون عندك الى حد ما خبره التعامل شويه. فاللغه عندك لو كويسه بتقدر تشتغل ايه في مهنه زي مهنه فيديكس او يو بي اس او دي اتش ال. وفي طبعا شركات شحن كتيره جدا جدا موجوده هنا في امريكا، وفي الشركات دي اللي هي يو بي اس ودي اتش ال وفيديكس، دي شركات عالميه يعني موجوده ليها انتشار برضو خارج امريكا. انما في شركات شحن صغيرة بتبقى موجودة بس داخل المدن وداخل الولايات، انا معرفش منهم كتير، ولكن يعني المهنة دي مطلوبة بالنسبة لأي حد جديد يقدر يقدم فيها ويقدر يشتغل فيها بسهولة. المهنة رقم 6 انك تشتغل في مطعم. شغل المطاعم هنا برضو مطلوب جدا جدا، اذا كان عندك خبرة بعمل الاكل، طباخ في بلدك او طباخ في يعني عندك خبرة في عمل الاكل، مثلا لو اشتغلت جرسون ويتر مطلوبة طول السنة هنا في اوهايو. سعر الساعة فيها بتكون من 12 ل 15 على حسب خبرتك وعلى حسب انت بتعرف ايه، مطلوبة جدا جدا، ولكن يعيبها الارهاق بتاعها لو انت طباخ، مرهقة جدا جدا جدا، بيبقى انت طول النهار ايدك في اكل وريحتك اكل وهدومك بتستهلك لو انت شغال في مطبخ. وشغلها ما بيخلص ما بيقفش يعني، شغال بتبقى شغال 8 ساعات، شغال 10 ساعات، بتبقى شغال ال 8 ساعات او ال 10 ساعات على بعضهم. فالمهنه دي برضو من ضمن المهن المطلوبه في اوهايو، دي مطلوبه بقى في الولايات كلها بصراحه يعني، مهنه اي حاجه اي شيء متعلق بالمطاعم. لو وصلت معايا للنقطه دي
قول لي في التعليقات تحت عشان اشكرك بنفسي. ما تنسوش يا جماعه اللي مش مشترك في القناه اشترك فيها من فضلكم، وتدوس على الجرس عشان يجيلك اشعار بكل الفيديوهات الجديده اللي انا بعملها من جوه امريكا، وتدوس برضو على اللايك قبل ما تقفل، ونشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.